سأطلب من زميلتنا هاجر أنها تشارك الفريق الورقة التي تم إعدادها. طبعا هو الغرض من مشاركتكم هذه الورقة هو فقط لإعلامكم وأيضا لطلب مساندتكم بأننا يعني نمضي قدما في عملية تنفيذ هذا البرنامج الذي يعني كان لنا فرصة أن نتحدث فيه خلال اجتماعنا السابق في سلطنة عمان، حيث ذكرنا من خلال اجتماعاتنا ومن خلال التوصيات التي نتجت هو أنه يجب علينا أن نعمل أكثر للاستثمار في عمليات تقييم المخاطر وتحليل المخاطر، والسعي على أن يكون العمل العربي المشترك في إطار إصدار المواصفات المتعلقة بالأغذية معتمد على هذه البيانات العلمية وعلى التحاليل العلمية ذات الصلة. ففي هذا الإطار أردنا أن نجعل لذلك إطار معتمد من خلال أطر عمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ونحن من خلال عرضنا لمخرجات الاجتماع الأخير للملتقى ملتقى الدستور الغذائي بسلطنة عمان على إدارة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، حظى هذا المشروع بالدعم من قبل سعادة المدير العام المهندس عادل الصقر، وأيضا مع كل الإطارات القيادية للمنظمة. فاعتمادا على هذا قمنا بإعداد هذه الورقة النقاشية التي تستعرض فقط يعني ما ناقشناه، ليس فيها أي شيء جديد، هو أننا نريد أن يكون العمل العربي المشترك في إطار إعداد أو اقتراح مواصفات مرجعية أو يمكن أن تكون مرجعية للغذاء في المنطقة العربية، أن تكون هذه المواصفات مستندة على عمليات تحليل المخاطر. وفي هذا الإطار نريد أن نسعى إلى إنشاء هذه المبادرة وهذا البرنامج، برنامج المواصفات العربية الغذائية، والذي سيسعى إلى إعداد عدد من المواصفات أو إلى محاولة موائمة المواصفات الغذائية في المنطقة العربية اعتمادا على تحليلات للمخاطر، بما في ذلك الاستثمار في ما سيساهم في بناء البنية التحتية لتحليل المخاطر في المنطقة العربية، أي قاعدات بيانات لبيانات التواجد للملوثات للمواد المضافة أو لكل ما يمكن أن يحدث في الأغذية في المنطقة العربية، وأيضا قاعدات بيانات للاستهلاك الغذائي في المنطقة العربية، وهي كما تعلمون من أساسيات عمليات تقييم التعرض الذي هو الجزء الأهم بالنسبة لتقييم المخاطر، إذا ما رأينا أن عملية توصيف مصادر الخطر يتم القيام بها على الإطار العالمي. فهنا ما نطلب من حضراتكم هو إمكانية أنكم تدعمون التوصيتين التي موضوعة في آخر الوثيقة، وهي أن تدعم جهات اتصال أو نقاط اتصال الدستور الغذائي التابعة لمجموعاتنا هذه، أن تدعم عمل الأتسمو في تطوير هذا البرنامج للمواصفات الغذائية العربية، وبأن تدعم عمل الأتسمو عمل المنظمة بأخذ جميع التدابير اللازمة لتطوير الحوكمة اللازمة وشروط العمل أو شروط إطلاق وتفعيل هذا البرنامج وفقا لإطار عمل وإدارة المنظمة نفسها. وشكرا. شكرا بروفيسور. طبعا الاجراءات المتبعه في المنظمه لازم يكون هناك واحد البروسيس تمشي عليه، فاعتقد انه اول مرحله نبدا بها هو اننا نصدر توصيه من هذا الاجتماع بتوصيه بانشاء لجنه فنيه خاصه او معنيه باعداد المواصفات الافقيه في مجال الغذاء، صح بروفيسور؟ وبعد ذلك يتم رفعها للجنة العربية العليا للتقييس حتى يتم اعتمادها، وممكن مستقبلا أن يتم إدراجها كإحدى اللجان التابعة للجنة الرئيسية اللي كتبع اللجنة العامة للمواصفات المنظمة، وهي اللجنة الفرع الفنية الفرعية لمواصفات منتجات الأغذية. فهذا هو المقترح اللي راح نمشي عليه.
فلو ما عندكمش مانع ان شاء الله باش نطلعوا توصيه في هذا الاجتماع. الاخت سكينه عندك مداخله؟ اخت سكينه ليبيا، سكينه اوكي. فلو عندكم اي يعني رايكم في الموضوع حتى نصدر له توصيه، سوف نصيغ هذه التوصية وإن شاء الله راح نمدكم بها في تقرير هذا الاجتماع. إذا سمحت لي أستاذ أحمد، أهلا أخي سليم، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. أهلا بيك. أنا مش عارف أرفع اليد، مش عارف ليش مختفية من عندي، بس على كل حال إذا سمحت لي أتكلم أبدي ملاحظة. تفضل تفضل أخي سليم. طبعا أكيد إحنا بنتشكر آيزمو على جهودها، وطبعا برضو يعني على المبادرة العربية للدستور الغذائي، ويعني التعاون والجهد المبذول من قبل الأخ صمويل، الله يعطيه العافية. حقيقة في هذا الموضوع، يعني هذا بتمثل نهج يعني أو تغيير في النهج المعتمد في إعداد المواصفات الغذائية العربية في خلال المنظمة. وهذا التغيير حقيقة أنا بتصور إنه قبل ما إحنا ندعم هذا الموضوع كنقاط اتصال، إنه يعني نستشير أصحاب القرار في مؤسساتنا في هذا الموضوع. فيعني حتى نكون نقطة الاتصال تدعم هذا الموضوع، بده يكون عندها ثقة في إنه ما فيش شيء ملاحظات أو عوائق للتوصية بهيك برامج أو البرنامج هذا. فيعني حقيقة يعني أنا أرى لسلامة العمل الإداري إنه يتم مخاطبتنا في هذا الموضوع بالتوصيات هذه مع نسخة من البرنامج أو المقترح البرنامج للتفصيل هذا، وبالتالي خلينا ندرس هذا الموضوع، ويعني وبركي في الاجتماع القادم ممكن نرفع التوصية. يعني لابد من استشارة أصحاب القرار في المؤسسات في هذا الموضوع، لأنه هذا تغيير في عمل المنهجي تبع نعرفه في المنظمة العربية أو في مركز البطولات والمقاييس في المنظمة العربية. شكرا شكرا أخي سليم، راح أجيبك على النقطة هذه. طبعا هي توصيات ليست إلزامية ولا يتم العمل بها إلا بعد مرورها عبر المراحل التشريعية الخاصة بالمنظمة. طبعا لو طلعنا أي توصية هي أول شيء سوف تطرح على اللجنة الفنية المعنية اللي هي اللجنة الفنية العربية لمواصفات المنتجات الأغذية، هذه أول مرحلة. يعني احنا في اللجنه الرئيسيه المعنيه بمنتجات الغذاء راح نرفع عليها هذه التوصيه وهي راح تبت فيها قبل ما ترفع الى اللجنه العامه للمواصفات واللجنه العربيه للتقييس. فنحن غنمشيو مرحله بمرحله، يعني لا يمكن الاخذ بهذه التوصيه الا ما بعد بتها على اللجنه الرئيسيه الفنيه العربيه المعنيه بمواصفات المنتجات الاغذيه. يعني هذا اكيد. يعني لما ترفع على المستوى اللجنه الفنيه العربيه لمواصفات المنتجات الارضيه هي اللي غتبت فيها، وكاننا رفعناها الى مستوى الحصول على الموافقه من الدول العربيه الممثله في طبعا في اللجنه الرئيسيه. سامعني اخ سليم؟ أنا سامعك، بس يعني برضو يعني إحنا يعني الواحد بده يعني بيعكس في هذا الاجتماع وجهة نظره، هو يعكس وجهة نظر مؤسسته، صح يعني صح هو صح يمثل مؤسسة. وبالتالي لما أنا بدي أقول يعني أنا أدعم أو لا أدعم هذه التوصية، بدها تكون وجهة نظر المؤسسة نفسها يعني. وبالتالي يعني أنا شايف إنه من الأنسب إنه يعني نستشير ولو شفهياً، ولو شفهيا اصحاب القرار، انه والله في مقترح كيت كيت كيت، شو رايكم ندعم في هذا الموضوع؟ وانا اتصور يعني لو اجلنا الاجتماع القادم هذا الموضوع، نكون يعني الكل مستشير يعني مؤسسته شفهيا بشكل سريع، واذا كان في موافقه اصلا هذا بسهل عمليه اقرارها في اللجنه المواصفات العربيه للاغذيه واللجنه العليا للتقييس في. وبالتالي يعني لما تكون ماخذ موافقات يعني بكون هذا الحكي بكون أسلم وأسرع. بعرفش يعني، وبرجع لكم يعني أنا هذا رأيي يا أستاذ أحمد اوكي محمد. شكرا، نسمع الاراء باقي الاخوات والاخوه. الاخت حنان تفضلي.
شكرا استاذ احمد. معلش انا اسفه، كنت عايز اسال سؤال بس. هو دي هتبقى عباره عن سي ار دي هتتوزع في اجتماع اللجنه الرئيسيه ومطلوب منا تدعيمها، ولا هي عباره عن ايه؟ عشان انا بايد راي الاخ سليم طبعا. هو احنا مش معترضين على الاخت هاجر عرضته او اللي انتوا طالبينه، احنا بنايدكم طبعا وموافقين، بس احنا محتاجين على الاقل يبقى في زي سيركل ليتر يتباعت للجهه بتاعتنا بالطلبات دي. فهل حتى لو ما كانش كده ممكن تتعمل، لو هي هتتعمل سي ار دي ممكن ان احنا نعرض السي ار دي ونقول ان المنظمه العربيه بعتت سي ار دي على اللجنه الرئيسيه وطالبه كذا ان احنا ندعمه ولا لا؟ فعشان كده كنت بسال، هل هي هتتعمل في صوره سي ار دي وهتتوزع، ولا مش اسمي، ولا هتتعرض في شكل ايه، ولا مش هتتعرض خالص في اللجنه الرئيسيه؟ انا بس عايزه افهم، لان انا يمكن الصوره ما وضحتليش قوي. تفضل بروفيسور. يا سوري، جاست انا ماي كلاريفيكيشن حنان، ده ليس له علاقة مع الدستور الغذائي، ده فقط عمل عربي مشترك، لن نرفعه في إطار الدستور الغذائي، هذا فقط اقتراح لتنظيم العمل العربي المشترك عملا بتوصيات الملتقى الثاني للدستور الغذائي الذي نظمناه في عمان، والذي من ضمن توصياته هو دعم العمل العربي المشترك في ميادين تحليل المخاطر وفي ميادين يعني بناء البنية التحتية للقرارات الغذائية العربية. فليس لن يرفع على الكوريكس. This على is مستوى our own محلي business. إقليمي This يعني. item is completely different from يعني it's an additional item of discussion between us. فعشان We don't need to tell the world. We don't need to tell the world what we're doing. في جميع الأحوال هي غتكون يعني بشكل كأنها لجنة فرعية تابعة للجنة الرئيسية للغذاء، يعني غتساعد اللجنة الرئيسية في شغلها يعني في مجال معين، فممكن نعتبرها يعني كلجنة فرعية. تمام، لو تدينا بس مساحة يا أستاذ أحمد ندرس الموضوع ونشوفه وبعدين نرد، عشان بس مش هينفع إن احنا نرد دلوقتي حالا إن شاء زي الله ما أستاذ إن شاء سليم، الله يعني أنا بأيد رأي الأستاذ سليم بصراحة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. في حد كان رافع اليد من قبل، الأخت إحساس أعتقد، ولا الأخت سكينة حنان؟ أوكي، في حد كان رافع اليد؟ لا أستاذ أحمد، هذه كانت من المنفرد. الأخت بشرى، نعم تفضلي الأخ يا أستاذ. أحمد، أنا متفقة مع رأي الزميل سليم والأخت زميلة حنان، يعني لازم أسبوع أو استشارة يعني الهيئة العليا. أكيد شكرا. أكيد. شو رأيك بروفيسور؟ أنا لا يمكن أن أعارض ذلك، في أمور عربية مشتركة، فيعني ليس لي رأي، أنا فقط يعني نحن ندعم فنيا. الأمور التنظيمية هي من اختصاصاتكم، I would say. اوكي، اذا خلينا ندير توصيه، تاجيل في البت في الموضوع، وحتى نعطي الفرصه للدول طبعا وتكون الصوره اوضح بالنسبه لهم، ولان هذا الشغل راح الكل راح يشتغل فيه، وبالتالي فلازم تكون هناك موافقه بالاجماع. لو ما كانش موافقه بالاجماع، لو ما يعني ما كانش يعني القبول لدى الاخت حنان ولا الاخت بشرى ولا الاخ سليم، ما راح يعني بالعكس احنا يعني تحت امرهم وامركم شورى بينكم. أستاذ أحمد، يعني هو مقترح جيد ويعني مطلوب، لكن بالنهاية قد يكون لأصحاب القرار وجهة نظر أخرى. صحيح صحيح، احنا هذه صراحة قضية. وثانياً في تغيير هلا في دليل العمل الفني لإعداد المواصفات العربية، بيكون في تغييرات بالنسبة لقطاع الأغذية. أكيد راح يكون في تغيير، بيكون تغيير، أكيد. يعني لأنه لا دليل لا العمل أكيد بيحكي طرق معينة. أكيد أكيد يعني فيعني هذا كله لازم يراعى في هذا الموضوع. وما أكيد، شوف وهذا كيبقى، شوف هذا كيبقى صلاحيات ديال اللجنة العربية المعنية بالمواصفات الأرضية، هي اللي كتبت في الموضوع. يعني هذا كيبقى، وهذه اللجنة العربية يعني هي شغلها
احنا خلينا ممكن نأجل بس الموضوع، يعني صراحة احنا كنا بغينا نعملوه في المستقبل يكون على شكل برنامج، اللي يعني برنامج متكامل، ممكن ان ناخذ في دعم خارجي لعمل هذه اللجنه ولعمل اللجنه الرئيسيه. يعني هذا هو الهدف اللي كنا كنصطناه واللي اتفقنا عليه انا والاخ سامويل، نخليه برنامج قوي كبير ونجيبوا به دعم خارجي لهذه اللجنه هذه، باش نقدروا اننا نساندوها ونساندوا الشغل ديالها في هذا المجال. هذا هو الهدف يعني الاستراتيجي اللي كنا حاطينه. هو هذاك الشيء الهدف لو لاحظتوا جدول الاعمال سميناه برنامج، يعني هذاك الهدف هو البرنامج، البروجرام غيكون اوبجيكتيف لعمل هذه اللجنه اللي احنا تكلمنا عليها. ولكن خلينا كي قلتوا ناخذوا فرصه في الاستشاره وفي الامور، يعني حتى من بعدين ان شاء الله نطرح الموضوع في الاجتماع القادم. شنو رايك اخ البروفيسور؟ لا أنا موافق جدا، وفقط يعني إضافة لما قلت يعني أستاذ أحمد، هو ما نسعى إليه هو أن يكون الدعم المادي خاصة للعمل العربي المشترك لا يكون متصل ب يعني one stream فقط من جهة واحدة، وأننا نعدد الجهات التي يمكن ونعدد المجالات التي يمكن أن تدعم استدامة التمويل للعمل العربي المشترك. هذا ما نسعى إليه عبر إنشاء برنامج متكامل للعمل العربي المشترك في هذا الميدان، يتعدى حتى مجال الدستور الغذائي نفسه. اوكي بروفيسور، احنا ان شاء الله نحاول بمعيه طبعا البروفيسور ساموين، عنده واحد الوثيقه متكامله شارحه، وديك الساعه احنا غنعموا عليكم واستشيروا يعني اصحاب القرار واصحاب الراي، وان شاء الله في الاجتماع القادم تكون الامور اكثر وضوح وعلى بينه، وناخذوا التوصيل اللي تشوفوها انتم مناسبه بحول الله تعالى. متفقين؟ على وينك رأيك حنان؟ حنان متفقة؟ موافقة موافقة طبعا، يلا أخي سليم والأخت بشرى، فإن شاء الله متفقين. الموضوع نناقشه إن شاء الله في الاجتماع القادم. أوكي طبعا نمر لما يستجد من الأعمال. عندي نقطتين، النقطة الأولى راح نخلي الكلمة للبروفيسور سامويل، تتعلق الأمر بالندوة الخاصة بسلامة الغذاء اللي غتقام إن شاء الله في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو راح تكون هايبريد وبالتالي فمتزامنة حتى مع اجتماعات الدستور الغذائي اللي غتكون يوم 28/2023. هذا هو المنشور الخاص بها، فهي غتكون بتعاون بروفيسور سامويل. كلمة لك، طبعا نخليك تاخذ واحد النبذة حول هذه الندوة اللي راح تكون إن شاء الله تعالى في مدينة أبو ظبي. نعم، هو يعني الاجتماع سيكون حضوري للزملاء الحاضرين في أبو ظبي، لكن بالتعاون مع المنظمين من مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة وأيضا مؤسسة ووترز، تم فتح الاجتماع وال يعني الشراكة مع الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية مع القسم العربي للـ AOAC International، وبالتالي يعني الدعوة مفتوحة للجميع لاجتماع عن طريق تقنية زوم، يعني بطريقة افتراضية. فمرحبا بكم جميعا، وطبعا كما تعلمون هذا يتزامن مع عمليات مع أشغال الدستور الغذائي، فهذا مفتوح للزملاء الذين يشتغلون في المختبرات، لأنه هذا يتعلق خاصة بعمليات تحليل الأغذية، ويتعرض أيضا للمستجدات في عملية يعني التحليل المواد الملوثة للأغذية بما في ذلك البيفاس البرفلورينيتد كيميكالز، يعني أو ألكين سبستنسز، التي هي المواد كما تعلمون التي هي المضادة للماء، والتي تكون موجودة يعني موجودة يتم استعمالها في العديد من الممارسات الصناعية، والتي تجد الآن تواجد كبير في المواد الغذائية، وبذلك يعني تؤدي إلى يعني some concern، يعني يجب علينا أن نعلم مدى تواجدها في المواد الغذائية. شكرا بروفيسور، ولو عندكم أي تساؤل بروفيسور موجود، يعني لو عندكم أي سؤال حول هذه الندوة
المنظمة طبعا المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقيس والتعدين من خلال المبادرة العربية للدستور الغذائي، راح إن شاء الله تقوم بتزويدكم بدعوة للمشاركة في هذه الندوة، هي تكون طبعا متزامنة مع اجتماعات الدورة الصومالية لهيئة الدستور الغذائي، ولكن المشاركة عن بعد متاحة، فإن شاء الله سوف نقوم بإرسال خلال هذا اليوم أو يوم غد بإرسال الدعوة لكم للمشاركة في هذه الندوة عن بعد، ومع تزويدكم طبعا بالرابط الإلكتروني اللي ممكن من خلاله المشاركة. لو عندكم أي سؤال. أوكي، شكرا لكم. غنمر إن شاء الله الآن، طبعا دائما نستخدم في اجتماعاتنا للمبادرة العربية للدستور الغذائي، وحتى في تقديمنا لبعض العروض حول مخرجات المبادرة في الاجتماعات الرسمية أو الاجتماعات الإقليمية أو الفعاليات التي يتم تنظيمها على مستوى المنطقة العربية، العروض التي تتعلق بالمبادرة العربية للدستور الغذائي، فدائما نقوم ببث أو تضمين في هذه العروض شعار خاص بالمبادرة العربية للدستور الغذائي، وهذا الشعار طبعا غير معتمد ولكن فقط هو شعار رمزي. فارتئينا في هذا الاجتماع اننا في البند ما يستجد بالاعمال اننا نطرح عليكم مقترح لشعارين خاص بالمبادره العربيه للدستور الغذائي، ورايكم يهمنا. نطلب من الاخت هاجر ان تعطينا هناك مقترحين لشعاري المبادره العربيه للدستور الغذائي، وهذا طبعا سيتم استخدامه حسب اختياركم لاي شعار. هذا الشعار سوف يتم استخدامه في جميع الوثائق الخاصة بالمبادرة العربية للدستور الغذائي، طبعا الشعار سوف يكون على يمينه في كل العروض الوثائق، شعار المنظمة وشعار الجمعية العالمية لعلوم التشريعات الأرضية. فهناك شعارين الأعلى والأسفل، فنحب نسمع رأيكم في هذين الشعارين، من هو اللي كتفضلوا أنه يكون شعار رسمي للمبادرة العربية للدستور الغذائي؟ أفتح المجال. نبدأ بالأخت حنان. حنان ختمنا بك ونبدأ بك. ايوه شكرا استاذ احمد. اعتقد ان ممكن الاول هيبقى كويس وواضح ومعبر اكتر عن المبادره، ده رايي، بس طبعا بقيت حنان الزمن نشوف رايه ايه. إذا حنان الأول، أنا مش نشوف، خلينا الأخت سكينة، إحنا نمشيو مع الستات، هم لأنهم الستات عندهم ذوق، فماليش اخي سليم والاخوان الباقيين، انا شوف مع الستات يمكن عندهم ذوق افضل. اخت حنان، اخت سكينه، نفس الرأي للأستاذة حنان، الأول يعني حتى هيك بريح للعين الشعر الأول. ايوه بشرى، مع الشكر طبعا للمجهود نعم المبذول يعني في التصميم، بس الأول يعني هيك ألطف. شكرا. نفس الرأي يعني الاول الشعر الأول. سبحان الله، يعني غادي في اتجاه معاكس ليه، احنا اخترنا في انا وصمويخ اخترنا في الثاني. خلاص راحت علينا، راحت علينا اخي صمويل، يعني ستات هم يعني ناخذ اراء اخرى. اخت خديجه، نحب نشوف راي الاخوات من سوريا، البحرين، السودان. السلام عليكم. وعليكم أخي فيصل، تفضل. يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. والله التصميمين ممتازين، بس هو الأولي أفضل وأجمل، بما أن في الكودكس مشبوكة مع في الديزاين، فهذه يعني أحلى تكون. أنا الأول رأيي مثل احنا كنا رأيي فاكرين انت راجل غتمشي مع الرجالة، يعني ساعتها حزتي مع النسوان. اوكي. نمشي مع النساء. يعطيكم العافية. الله يعافيك، الله يحفظك. نحب نسمع الآراء الباقية، عندكم الحرية في الاختيار. أحمد، أنا طبعا رأيي مع رأي البقية، فعلا أنه أخي أحمد الشعر الأول قلت هو كمان. الأكثر، نعم أكثر مناسبة لعدة أسباب، طبعا سواء بالألوان بشكل واضح، أيضا يعبر عن الخريطة أيضا باللون الأخضر، بالإضافة إلى لا يوجد تعاريج في الشعار، يعني يكون شعار مبسط ويحقق الهدف. شكرا. شكرا جزيلا. حد في حد عنده رأي؟ ما فيش حد اختار الثاني.
استاذ احمد، يعني اخي سليم تفضل. تتحملوني، يعني احنا كنا في صدد اعداد شعار الى كودكس فلسطين، وحقيقه يعني انا لقيت انه يعني نربط شعارنا بشعار الدستور الغذائي العالمي من خلال اعتماد اللون او الخلفيه البرتقاليه لشعارهم في الموقع تبعهم. بعرفش اذا كان بامكاننا يعني والشعار فيه شعارين ديال منظمة الزراعة والمنظمة ديال الصحة العالمية، بس هو الخلفيه تبعتها برتقاليه، لون برتقالي، احنا يعني زي اخذنا هذه الخلفيه عنا في شعارنا، لكن بعرفش اذا ممكن هذه الخلفيه تكون موجوده، يعني الباك جراوند يكون عباره عن زي مربع برتقالي، والحكي هذا يعني ما فيش مشكله يعني فيه، ممتاز يعني، بس يكون مثلا خلفيه برتقاليه على اساس نربطه بالدستور الغذائي العالمي، يعني عمليه ربط بس هي، او يعني عمليه يعني على اساس انها دستور غذائي برضو يعني. حلوة. يعني انا اذا سمحت لي بالشير بعرض لكم شعارنا مثلا كيف وصلنا لهلا، يعني لسه ما لهلا. هاجر اعطي عملي شير، خليني اعطيه صلاحية. هذا اللون البرتقالي المربع انا اخذناه من الدستور الغذائي، موقع الويب سايت تبع الكودكس المنتاريوس، وحطينا في هذا الشعار، وحطينا غصن الزيتون، فيعني هو لسه يعني تحت يعني الدراسه لسه، فبعرف يعني انا هاي الخلفيه لو تكون يعني شو اسمه الشعار اللي عملتوه انتم يكون في خلفيه برتقاليه بنفس الكلمات بنفس الخارطة وبنفس كل شيء، بس يكون في خلفية برتقالية. وهذا اوكي، راح نشوفوا الموضوع مع المصمم كيف راح يعمله. سكينة عندك شيء؟ هاجر انت معاهم؟ هاجر تمام دكتور، اها هاجر تمام تقليد. اوكي، اعطيت رايي، شكرا. شكرا. هاجر تقليد، خلينا ناخذ هاجر يمكن تكون عندها راي اخر. هاجر لكن الاختيار الثاني أكثر شفتي؟ بحالك. متفقين. نشوفوا لو بالعكس، نشوفوا الآراء الثانية. دابا الآن الاختيار الأول هو اللي غالب يعني. مسامحة، بس هو صح الخيار الأول يعني بسيط، ولكن الخيار الثاني فيه إبداع، فيه نسبة من الإبداع، فمبينة جمالية يعني حجم الخريطة، بالإضافة إلى السيمبلز مال الـ A والـ C، فصاير فيه إبداع أكثر من الأولي من ناحية الإبداع. يعني انت مع الثاني. بصراحة مع الثانية. أنا عندي اقتراح أستاذ أحمد، اها ربما نأخذ بعين الاعتبار طبعا اقتراح أخونا سليم من فلسطين، نطلب من المصمم أن يأخذ هذا بعين الاعتبار، ربما نأخذ هذا ويتم ربما إعادة النظر في شكل معين أو شكلين، ونعرضهم للاستفتاء بطريقة إلكترونية، بحيث تكون مشاركة الاقتراح يعني مفتوحة لكل الزملاء، لأنه في زملاء لم يقدروا أن يكونوا معنا اليوم وأصواتهم لا تسجل، فيكون التصويت مدون إلكترونيا، ونرى يعني ما هو التصميم الذي سيأخذ أكثر تشجيع. بالإمكان أن بدل ما نحط الخلفية برتقالية نشرك اللونين الأخضر، الغرض من اختيار الأخضر أتوقع بحكم أن المنظمة العربية للتعدين شعارها أخضر، فتدمج لونين يعني اللون الأخضر واللون الأصفر في عمل الـ A والـ C، راح يعطي بعد جماليات. واللون الأخضر يعبر كذلك حتى على الطبيعة والخضر والنباتات، اللون الأخضر عنده واللون الآخر اللي هو اللون الرمادي المغلوق، هذاك اللون محايد، باش كيخليهم يبرزوا اللون الأخضر أكثر.
فعلى كل احنا غنشوفوا مع المصمم باستعمال اللون البرتقالي كما قال الاخ سليم، ونشوف هذيك الساعه نشوف شنو غيطلع لنا، ونعمل واحد راح نبعث لكم بالايميل ونشوفوا التصويت ونمشيوا مع الاغلبيه، ولاش رايكم؟ نمشيوا على هذا الراي فيصل؟ رقي اوكي موافقين يا أستاذ، موافقين ان شاء الله. اوكي شكرا جزيلا.